سلام، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. مرحبا بكم عندي في قناه فاتن ساج فلوغ. اليوم ان شاء الله غنهضروا على موضوع مهم بزاف، كيسولوا عليه بزاف ديال الرجال، وهو وسائل منع الحمل ديال الرجال. غنشوفوا اليوم واش الرجال عندهم شي وسائل منع الحمل، شنو هما وكيفاش يستعملوهم، واش عندهم شي فعاليه. موضوع جد جد مهم، غادي ينفعكم، غادي يفيدكم. ما تنساوش تكملوا لا فيديو حتى الاخر لانها مهمه بزاف، وما تنساوش ديروا لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، لان مواضيع مهمه غنهضر عليها غتفيدكم في الحياه ديالكم ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا ان النساء عندها بزاف ديال وسائل منع الحمل، عندها الكينه، عندها البرا، عندها اللولب، عندها الشريحه. هاد الوسائل كامله ديال منع الحمل تقدر ديرها السيده، وعندها لا ليغاتور تيبغ، يعني الكرون كتعقدهم وما عمرها ما كتولد حياتها كامله. حتى الراجل حتى هو عنده وسائل منع الحمل خاصه به اللي يقدر يديرهم. كاين شي حويجات كاينين، كاين شي حويجات مازال ما وصلوش عندنا المغرب. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا الوسائل كامله اللي يقدر الراجل يديرها باش هكا يساعد الزوجه ديالو باش يكونوا دايرين واحد النظام اسري ديالهم، باش ما يحملوش، يكونوا يعني عارفين داك العدد ديال الوليدات اللي غيولدوا، هكا باش يتعاون هو والزوجه ديالو. لان الزوجه الله يحسن العوان حتى هي كتاخذ هرمونات حياتها كامله، اللي كيقدروا يسبوا لها السرطان، اللي كيقدروا يديروا لها بزاف ديال المشاكل على صحتها. وبالتالي الراجل كيكون مهني ما كيدير حتى شي وسيله منع الحمل، والمراه هي اللي كتبقى معذبه. وانا ما نكذبش عليكم، واخا هادشي كامل، واخا المراه كتعذب وهي اللي كتحمل المسؤوليه ديال انها خصها تشرب ولا خصها تاخذ موانع الحمل، انا كنزيد نحملها واحد المسؤوليه، وتنقول لها انت المسؤوله الوحيده على داك الحمل. الا مثلا كنتو دايرين واحد التخطيط، مثلا ناويين تولدوا واحد جوج وليدات ولا ثلاثه، وانت جلستي كل عام كتحملي، راه انت المسؤوله ماشي الراجل، حيت الكوبل فيه الرجل والمراه، ولكن المسؤول على الاولاد والحماله الغالطه اللي كتقول لك انا حملت بالغلط هي المراه. لان يعني العدد الكثير ديال وسائل منع الحمل كاين عند المراه، يعني المراه اللي بغات تحمل راه غتحمل، ما بغاتش تحمل راه ما غاديش تحمل، يعني الراجل ما عندوش دخل نهائيا، عنده دخل ديال واحد 10%. دونك المراه هي المسؤوله على الحماله، الراجل شكونش عنده دخل. ما غاديش نطول عليكم، وغادي نمشيو نشوفوا اول وسيله منع الحمل عند الرجال شنو هي، وهي البريزرفاتيف، الكوندوم، عنده بزاف الاسماء، الواقي الذكري، العازل. هذه هي البريزرفاتيف، هو الوسيله اللي معروفه ومشهوره لمنع الحمل عند الرجال. كل شيء كيعرف يستعملها الرجال كاملين. المهم هضرت عليها في الفيديو اللي سبق كيفاش تستعملوا، حتى هو تقدر تحمل به المراه، واخا انت داير بريزرفاتيف تقدر تحمل به الا كان متقوب ولا ما بدلتيهش ولا حيدتيه وعاودتي استعملتيه المره الثانيه. دونك هو مضمون صراحه 98%، يعني السيده ما تقدرش تحمل به. كاينه وسيله منع الحمل الثانيه عند الرجال شنو هي، وهو القذف خارج المهبل، يعني الحيوانات المنويه. الراجل ما كيديرش القذف داخل المهبل، دوك الحيوانات المنويه كيدير داك القذف خارج المهبل. حتى هاد العمليه هادي مزيانه لمنع الحمل، ولكن تقدر السيده تحمل بها الى السيد دار القذف للمره الاولى خارج المهبل، وفي العلاقه الثانيه من بعد واحد ربع ساعه ولا نص ساعه ولا هذا عاود علاقه جنسيه مع الزوجه ديالو. هنا دوك الحيوانات المنويه كيبقاو حيين في الراس ديال القاضب، وهنا ملي كيعاود السيد يدير علاقه جنسيه مع المراه ديالو دوك الحيوانات المنويه كيطلعوا، اولا كيكون داك القذف قبل، يعني في العلاقه الحميميه ملي كتكون المداعبه الحيوانات المنويه كيزلقوا وكيطلعوا للرحم. حتى هذه ردوا البال منها، ضروري خص يكون الاحتياط واجب، لان منع الحمل يعني الوسائل هي مضمونة، ولكن ماشي 100%، كتكون 90% ولا 98% على حسب وسائل منع الحمل اللي غتستعملو. بالنسبة الكينة، الكينة اولا البرا، واحد السيدة سولاتني قالت لي واش يمكن الزوج ديالي يدير البرا. البرا اللي هنا عندنا في المغرب فيها جوج ديال لي زغمون، فيها لوستروجين والبروجستيرون. دونك الزوج ديالك الا دارها وهي فيها البروجستيرون غيكبر له الصدر، وغادي يكبر له المؤخره ديالو، غيوليو عنده لي هانش، والصوت ديالو غيولي بحال صوتي رقيق. دونك غادي يولي مراه، علاش؟ حيت فيها البروجستيرون، وكما كتعرفوا ان البروجستيرون هو هرمون انثوي، يعني ديال النساء ماشي ديال الرجال. دونك في المغرب حاليا
ما كاينش هادشي. هذا كاينه دراسات كتجرى دابا على الكينه، يبقاو يشربوها الرجال ان شاء الله في الاعوام المقبله، وغيبقاو الرجال يديروا البرا ان شاء الله في السنوات المقبله. دابا الدراسات راها كاينه والتجارب راها كاينه، ديجا كاين الرجال اللي خداو الكينه وداروا البرا، ولكن باقا ما وصلناش لديك النتيجه اللي بغينا باش يبقى كلشي يستعملها. غتكون ان شاء الله في السنوات المقبله هاد البرا ولا هاد الكينه اللي غيبقاو ياخذوا الرجال غادي تبقى تقتل الحيوانات المنويه، وغادي تغير لهم الاتجاه، وبالتالي ما غاديش يوصلوا للبويضه باش يوقع لينا اخصاب وباش السيده بقات لينا وسيله منع الحمل الاخيره، واللي هي يا دائمه يعني ما فيهاش تراجع، هي وسيله منع الحمل اللي عند الرجال، وهي الفازيكتومي. شنو هي الفازيكتومي؟ هي كنقطعوا ديك القناه اللي كتطلع لينا من الخصيتين، كتربط لينا القاضب، كتربط ما بين الخصيتين والقاضب اللي كيطلعوا منها الحيوانات المنويه وكيخرجوا من القاضب. هنا هذيك القناه كنقطعوها، وهاد العمليه هذه فهي لا رجعه فيها، صافي لا مشيتي قطعتي داك الكانو صافي ما كتولدش حياتك كامله. وهاد القضيه كيديروا الناس اللي لاباس عليهم والناس اللي معروفين في البلاد وكيخافوا يوقعوا في مشاكل، كيقطعوا ديك القناه وكيتهناو. دونك اي راجل يقدر يديرها صراحه، انا بالنسبه لي مزيانه. الراجل اللي عنده وليداته يعني والد وليداته 3 ولا 4 ولا 5 ويعني متاكد ما باغيش يزيد يولد، يمشي يديرها، عمليه رخيصه بزاف ما غالياش و 100% افيكاس، هي الوسيله منع الحمل اللي مضمونه مليون في المية ومزيانه. والسيد كيدير العمليه مثلا دارها اليوم، من بعد 3 شهور عاد كيولي يدير علاقه جنسيه عاديه مع الزوجه ديالو. دونك حيت هذوك الحيوانات المنويه كيقدروا يبقاو في القاضب، دونك باش نتفاداو ان السيده تحمل كنتسناو 3 شهور. الحاجه اللي هي شائعه وكتروج ما بين الرجال على هذه القضيه دي، انك الا مشيتي قطعتي هذاك القناه اللي فيه الحيوانات المنويه لي سبرماتوزويد انك ما غتبقاش راجل. دونك باش نشرح لكم، ما عندهاش علاقه نهائيا بالرجوله ولا بالفحوله، الراجل كيبقى راجل، تيدير العلاقه ديالو عاديه، القذف كيكون عنده عادي، الانتصاب تيكون عنده عادي جدا. حنا فقط كنحيدو غير البلاصه منين كيدوزو الحيوانات المنويه كنقطعوها بحال واحد السلك كنقطعوه صافي، وتتبقى الامور عاديه، ما عندهاش علاقه لا بالرجوله ولا بالفحوله. وصراحه كننصحكم ديروا الفازيكتومي، يعني كنقطعوا القناه ديال الحيوانات المنويه، موجوده في المغرب كدار في الكلينيك، كدار في الدوله، كدار في اي بلاصه، وكننصحكم بها، لان الرجل لو وصل لواحد لاج وعنده وليداته من الاحسن يديرها باش تريح المراه ديالك، لان الله يحسن العوان راه السيده حياتها كامله كتبقى تاخذ في الهرمونات. ونعاود نقولها، هادوك لي زغمون كيديروا كونسير، يا اما سرطان ثدي يا اما سرطان عنق الرحم، باش الا كانت مراتك عزيزه عليك وكتبغيها وما بغيتي يوقع لها والو، لان الهرمونات عندهم بزاف ديال الاثار الجانبيه الخايبه على صحه المراه. كنتمنى من الله يكون هاد الفيديو هذا عجبكم واستفدتوا منه، وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله الى فيديو مقبل. ما تنساوش لايك وما تنساوش تشاركوا في القناه، لان جايين بزاف ديال الفيديو ان شاء الله اللي غنهضر عليهم مهمين وغادي ينفعوكم في الحياه اليوميه ديالكم. الى اللقاء.